السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مجددا مستمرون معكم في المنتصف، وصلنا إلى جولة الصحافة والذي نناقش فيها أبرز ما تناولته الصحف حول التوتر الحاصل في إدلب بعد فشل المساعي الدبلوماسية التركية الروسية في تهدئة التصعيد في إدلب، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قمة رباعية مع روسيا وألمانيا وفرنسا في الخامس من الشهر المقبل لبحث التطورات الحاصلة في سوريا. نتابع التقرير مشاهدينا الكرام ثم نستكمل الحوار سويا. قال الرئيس التركي أردوغان إنه سيجتمع مع بوتين وميركل وماكرون في الخامس من مارس آذار لمناقشة الوضع في منطقة إدلب، وكانت تركيا قد قامت ب 21 ضربة على أهداف سورية عقب مقتل جندي تركي في إدلب. ولم يحدد أردوغان مكان انعقاد القمة، لكنه أكد للصحفيين أن ماكرون وميركل اقترحا عقدها في إسطنبول، إلا أن بوتين لم يحسم موقفه بعد من هذا الاقتراح، وكان مكتب المستشارة الألمانية قد أعلن أن ماكرون وميركل أبديا استعدادهما للقاء الرئيس بوتين ورئيس التركي أردوغان لمحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة. وقال أردوغان لأنصاره في إزمير إن بلاده وضعت خارطة الطريق الخاصة بنا لسوريا بعد عدة اتصالات مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا أمس. أما الأمم المتحدة فقد حذرت من أن القتال في إدلب قد ينتهي بحمام دم، ودعت إلى وقف إطلاق النار. وأدى الهجوم السوري الأخير إلى أكبر موجة نزوح للمدنيين في الحرب الأهلية، والتي قتلت ما يقدر بنحو 400,000 شخص، وشردت ملايين، وحولت مناطق كثيرة من البلاد إلى أنقاض. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا التقرير الذي كتبته صحيفة دويتشه فيله الألمانية، وناقشت فيه التصعيد الحاصل في إدلب وفشل المساعي الدبلوماسية والاتصالات التي حصلت بين تركيا وروسيا لكبح النظام السوري وإيقافه عن الاستهداف الذي يحصل ضد المدنيين، الذي وصلوا لقرابة أكثر من 1,000,000 مدني هم معرضون للنزوح على الحدود السورية التركية. كل هذه المساعي الدبلوماسية فشلت مشاهدينا الكرام منذ بدء الاجتماعات بين الوفدين التركي والروسي في الأيام القليلة الماضية، 3 اجتماعات لم تكفي لتوصل تركيا لحل مع روسيا نتيجة التصعيد الأخير. واليوم حتى هذه اللحظة النظام وروسيا يعني يحاولان ضرب كل هذه المساعي الدبلوماسية عرض الحائط، وأيضا الكرملين الروسي وجه اتهامات جديدة إلى تركيا، مستمرين في هذا الاتهامات ويوجهون أنها تركيا هي من أفشلت اتفاق سوتشي نتيجة دعمها للمعارضة السورية. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي الكاتب الصحفي السيد أحمد مظهر سعده، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم معنا سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. أهلا ومرحبا بك. يعني بيبدو أن كل هذه المساعي التي نتابعها في الأيام القليلة الماضية بين روسيا وتركيا باءت بالفشل، أنت تابعت وتتابع ما يجري خصوصا في ظل التصعيد المستمر من قبل قوات النظام وروسيا، واليوم القصف العشوائي الذي يحصل على بلدات في ريف إدلب. يعني هو لا شك أن المسألة تسير باتجاه ليس الأفضل كما يقال. الروس ما زالوا متمكرسين وفق رؤيتهم بدعم النظام السوري الإرهابي إلى الآخر، فهم يعتقدون أن مصالحهم حقيقة هي بالانحياز إلى جانب هذا النظام، وهو من يؤمن لهم المصلحة، لذلك ما زالوا يعني متشددين فيما يتعلق بالمباحثات التي جرت سابقا أو التي يمكن أن تتابع مع الجانب التركي، ويبدو أن الخلافات ما زالت على أوجها، وهذا ما دعا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة إلى اللقاء الرباعي القادم، وطبعا تركيا من أحد الداعين له، ولكن حتى الآن لا يبدو أن الروس جديين في التعامل مع أي مفاوضات جدية أو قادمة فيما يتعلق بالوضع السوري. نعم، اليوم يعني كما تابعنا ويعني هناك أخبار تتحدث أن الكرملين جدد اتهاماته لتركيا بشأن اتفاق سوتشي وبأن تركيا هي من خرقت هذا الاتفاق. يعني هذه الاتهامات اليوم المستمرة طبعا من روسيا
تجاه تركيا في ظل يعني المحاولات الدبلوماسية والتوصل إلى حل بين الطرفين للتهدئة في إدلب؟ كيف ممكن تفسيرها؟ يعني هو ما يجري على الأرض وخاصة عبر التصريحات ينم عن خلاف دبلوماسي كبير بين الجهتين. يعني أنا لا أعتقد أنه على الأرض يمكن أن يكون هناك احتكاك بين الجيش التركي والروس، لكن الروس يدركون أن المفاوضات القادمة لابد من ضغط، وأيضا الأتراك يدركون ذلك. كل ما يجري هو في إطار الضغط لتحسين شروط المفاوضات أفضل، ويعتقد الروس على ما يبدو أنهم هم المنتصرون وأنهم قادرون على تحقيق الكثير فيما يتعلق بالواقع الميداني شمال سوريا، إلا أنهم طبعا يغيبوا عن ذهنهم أن الدولة التركية متمسكة بالمهلة التي أعطتها النظام السوري للانسحاب إلى ما بعد نقاط المراقبة، وهذه المسألة أكد عليها الرئيس أردوغان وأكد عليها أكثر المسؤول في الحكومة التركية. نعم، فيما يتعلق بالقمة الرباعية سيد أحمد، كما تابعنا يعني بعد فشل المساعي بين تركيا وروسيا دخلت على الخط ألمانيا وفرنسا، والرئيس أردوغان أعلن عن قمة رباعية في 5 من الشهر المقبل. برأيكم هذه القمة ستغير شيء من ناحية التصعيد ضد المدنيين في إدلب؟ ستغير شيء من يعني فشل التوصل لأي اتفاقية بين تركيا وروسيا؟ يعني أنا أعتقد أن القمة الرباعية هي الغاية الأساسية منها عند الأوروبيين، هي وقف إمكانية أن يكون هناك موجات جديدة من اللاجئين باتجاه الاتحاد الأوروبي، ألمانيا فرنسا وسواها، هذه الأهم بالنسبة لهم. وعلى أرض الواقع لا يبدو أن هناك تفاهمات جديدة قاب قوسين أو أدنى بين الأتراك والروس. يعني القضية بالأساس هي خلافات بين الدولة التركية والكريملين، لذلك لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي قادر على التأثير إذا كان الأمريكان غير قادرين، أو بمعنى آخر ليسوا مهتمين ليؤثروا فيما يجري في شمال سوريا غير التصريحات التي نسمعها. فلا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يؤثر كثيرا. صحيح أن هناك مصالح له مع الروس ومع الأتراك أيضا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن بوتين سوف يتراجع عن غيه وعدوانه تجاه الشعب السوري، وهو يعتقد أن الجميع في الشمال السوري هو إرهابيين. يعني ليست القضية قضية تحرير الشام، وإنما يعتبر أن كل الفصائل التي تدعمها تركيا هي أيضا إرهابية التي يقال عنها معتدلة. نعم، في اليوم يعني هناك قصف جوي مستمر كان وغارات كبيرة من قبل النظام وروسيا، وهناك حديث يعني عن قصف جوي في محيط نقطة مراقبة تركيا في منطقة شير مغارب ريف حماة. يعني هذا الموضوع يبدو أن روسيا تريد إرسال رسائل إلى تركيا مفادها أننا مستمرون في دعم النظام ولا نريد الحل الدبلوماسي، تتفق أم تختلف مع هذه الوجهة؟ لا بالتأكيد، هو الروس على أعلى المستويات لهم تصريحات اليوم وأمس أول أمس بأنهم مستمرون في دعمهم للنظام السوري في مواجهة ما يسمونه بالإرهاب، وأنهم ذاهبون إلى النهاية. هذه المسألة ليس فقط يعني تلميحات وإنما تصريحات حقيقية وجدية، وبالتالي أيضا تأتي في إطار الضغط على الموقف التركي. لكن الأتراك أيضا يدركون أن الخلافات التكتيكية إذا كانوا متفقين باستراتيجية كمصالح عامة في المنطقة، إلا أن الخلافات التكتيكية هي مستمرة متفاعلة وكل يوم جديد، ولن يتراجعوا لأنهم هم يتعرضون بالداخل كما قال الرئيس التركي إلى احتمالية الهجوم أو النيل من الأمن القومي التركي. يعني ليست القضية فقط هي الشعب السوري، وإنما أيضا ما يجري في الشمال إذا ما ترك هكذا يمكن أن يؤدي إلى قضايا قد تؤثر على الأمن القومي التركي. وهذا طبعا ما تنبه له بعض الروس عندما أطلقوا تصريحات اليوم مفادها بأنهم يعني سيتركون 30 كيلومتر في الشمال، لن يكون الضغط باتجاه الوصول إلى الحدود مع تركيا، بمعنى يعطون رسائل تطمين للدولة التركية فيما يتعلق في أي مباحثات قادمة معهم. نعم، لو تكرمت معنا بالبقاء سيد أحمد مظهر سعدو، سنتابع تقرير آخر حول آخر التطورات في إدلب ثم نعود أيضا للتعليق عليه من الناحية الإنسانية هذه المرة. لو سمحت ابقى معنا، سنعود بعد متابعة هذا التقرير.
لا يزال المدنيون في شمال غرب سوريا هم من يدفعون الفاتورة الأكبر للصراع الدائر بين قوات النظام المدعومة من روسيا وقوات المعارضة المدعومة من تركيا. فمن جهة تتعاطى قوات النظام وداعمتها موسكو مع المدنيين كعدو تستهدفه طائراتها أكثر من أي هدف عسكري، كما تعمل على قتل كل من يتبقى منهم في المناطق التي تدخلها تلك القوات، الأمر الذي يدفع مئات الآلاف من المدنيين للنزوح شمالاً والتجمع ضمن بقعة جغرافية ضيقة هرباً من استهدافهم. ومن جهة أخرى، فإن الإجراء الوحيد الذي تقوم به فصائل المعارضة وتركيا تجاه المدنيين هو السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم بعض الخيام لهم في الوقت الذي تغلق فيه تركيا حدودها أمامهم بشكل محكم، على الرغم من أن شعارها الأساسي في التفاوض مع الروس هو حماية المدنيين ضمن منطقة آمنة. ووصلت أزمة المدنيين إلى حدود كارثية لم تصل إليها من قبل، فالنظام أصبح على بعد بضعة كيلومترات من أكبر تجمعين للمدنيين، إذ أصبحت مدينة إدلب التي تضم نحو 1,000,000 مدني في مرمى مدفعيته، كما أصبحت منطقة باب الهوى والتي تضم أكثر من 1.5 مليون مدني معظمهم نازحون ضمن مخيمات في مرمى قوات النظام أيضا، الأمر الذي دفع الكثير من سكان تلك المناطق للتفكير بالهرب سرا إلى تركيا. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحا، فالحدود التركية محكمة الإغلاق، وجبهة النصرة تتقاضى $50 أمريكيا على كل شخص يريد الوصول إلى الحدود تهريبا، إذ تأخذ جبهة النصرة هذه الأموال كإتاوة من الهاربين من الحرب بعد أن تقطع لهم إيصالاً. هذا عدا عن المبالغ التي يتقاضاها المهرب والتي تتراوح بين $503,000 بحسب طريقة التهريب. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير أيضاً لصحيفة العربي الجديد، وتحدثت فيه عن أبرز التطورات الإنسانية والمدنية. أعود وأرحب بضيفي الكاتب الصحفي السيد أحمد مظهر سعدو، أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم، تحياتي. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. يعني كما تابعنا صحيفة العربي الجديد تحدثت عن الوضع المأساوي وعن الكارثة الإنسانية التي تعيشها إدلب ويعيشها أيضا المدنيون النازحون، تحدثت عن أرقام كبيرة يعني اقتربت لأكثر من 1,000,000 مدني على الحدود السورية التركية، ووضعت عنوان وقالت يعني مدنيو إدلب بين موتين، الموت الأول هو يعني قصف نظام وروسيا، والموت الآخر موت النزوح والبرد القارس الذي تعيشه المنطقة في هذا الوقت. نعم، هو أي لا يوجد الحقيقة في اللغة العربية ما يصف حقيقة حال السوريين في الشمال السوري الذين يهجرون قسريا تحت ظروف من البرد القارس وأيضا هربا من القصف البراميلي الأسدي. واقع الحال أنه في الشمال أصبح هناك تكدس للسوريين، أنا حسب معلوماتي يتجاوز 1,600,000 في الشمال السوري، وهذا يشير إلى حجم الكارثة في وقت ليس هناك من منظمات إنسانية اجتماعية معنية بما يجري، وليس هناك من وضع مشروعا مستقبليا متوقعا لكيفية التعامل مع هذا الحجم الكبير من المهجرين. يعني سيد أحمد المشكلة هنا، نحن نتابع معك أيضا كل هذه التنديدات والدعوات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا، ولكن هذه التنديدات بماذا تفيد؟ يعني اليوم أكثر من 1,500,000 سوري كما تفضلت موجودون في العراء اليوم، ولكن هذه التنديدات لا تغني ولا تسمى من جوع. بالتأكيد ليس بالتنديد يحيى السوري، بالتأكيد كل هذه التنديدات والتصريحات لا تسمن ولا تغني ولا تمنع برد الشتاء ولا تقي السوري مما وصل إليه من حال يرسى له حقيقة. القضية بالنسبة للسوريين اليوم ليست فقط التخلي المعولم الأمريكي والغربي، إنما أيضا العربي والإسلامي، هناك تخلي حقيقة، وليس هناك من يدعم المنظمات التي ترعى شؤون الإنسانية للناس، ليس هناك من خيم. تصور أن في الخيمة الواحدة يسكن 3 أسر،
هذه معلومات مؤكدة في كثير من الخيام تتسار. هناك الكثير من البيوت التي يقطنها عشرات وأكثر من عشرات من الناس. هناك حالة لا يمكن تصورها، الناس تعمر بلوكات وتسكن بها بدون شبابيك وبدون أبواب وبدون أي شيء ثاني ضمن هذا الشتاء القارس. نعم. حقيقة لا يوجد حتى غذاء، حتى غذاء ليس هناك من تنظيم جدي وصحيح من قبل المنظمات والداعمين لتوزيع الغذاء على هؤلاء الناس الذين فروا من الموت، ولا يعني عندما ذهبوا ليس معهم أي شيء سوى نفسهم وحالهم وأطفالهم. لذلك اليوم الواقع مأساوي الإنسان جدا جدا، ولا يمكن تطور حال الإنسان السوري أمام هذا الواقع إلا أنه في أشد حالة البؤس وسط تخلي وخزلان من العالم. أشكرك جزيلا السيد أحمد مظهر سعد والكاتب الصحفي، شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذه الجولة، جولة الصحافة، ورحب بضيفي المحلل السياسي التركي سيد مصطفى حامد أغلو. أهلا ومرحبا بكم معنا سيد أغلو. أهلا وسهلا، حياكم الله. نريد أن نستفسر عن موضوع القمة الرباعية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فشل المساعي التركية ومساعي الدبلوماسية أيضا مع روسيا في التوصل لتهدئة في إدلب. اليوم القمة التي ستعقد في الخامس من الشهر المقبل، ماذا ستقدم برأيك وهل ستغير بشيء؟ يعني أكيد واضح أن هناك يعني عدم إمكانية للتوصل، يعني لم يستطع، يعني المباحثات التركية الروسية لم تستطع الوصول إلى حد على الأقل حل مشترك يرضي الطرفين، لأن هناك صراحة تعنت روسي من طرف، وهناك مقترحات جديدة لا يمكن لتركيا أن تقبل بها. كل هذا الأمر جعل يعني حتى المكالمة الهاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان وبوتين لم يعني تحلحل الوضع ولم يعني يحصل أي تقدم. هناك تأتي هذه القمة الرباعية بإشراك دول من الاتحاد الأوروبي يهمها الوضع في إدلب من الناحية يعني من ناحية أن لا يكون هناك موجة نزوح جديدة، وهذه ورقة يعني لصالح تركيا. لكن يعني هذه الدول هل ستستطيع أن يعني تقنع روسيا بالتراجع أو يعني تلبية المطالب التركية؟ أظن أن القمة لن يعني تغير كثيرا في أرض الواقع، ربما يكون هناك نوع من التهدئة وقبول الوضع كما هو يعني، وهذا طبعا لا يلبي المطالب التركية. تركيا تطالب بأن يكون هناك تراجع للميليشيات النظام إلى يعني حسب اتفاقية سوتشي إلى ما بعد النقاط التركية. وأظن روسيا يعني والنظام مصرون على يعني على الأخذ يعني والسيطرة على الخطوط الدولية حلب دمشق وحلب اللاذقية. نعم، في حال اليوم فشلت هذه القمة كما يعني توقعت، القمة الرباعية، ولم تؤدي إلى كبح يعني النظام وروسيا من استهداف المدنيين في إدلب، ما هي الخطوة التركية المتوقعة بعد ذلك؟ طبعا تركيا مع هذه الخشود الكبيرة يعني لها أهداف لا يمكن يعني أن تقبل بدونها. يعني تركيا الهدف الأول وهو يعني أن لا تكون هناك صراحة يعني موجة جديدة من النزوح تجاه تركيا، لأن هذا يهدد الأمن القومي التركي بشكل مباشر. لا يمكن لتركيا اليوم أن تستوعب أو تقبل يعني عدد من اللاجئين الجدد، خاصة مع هذا الموجة من يعني ضد اللاجئين السوريين في تركيا. لذلك تركيا تريد أن تكون هناك منطقة آمنة على الأقل بحماية تركيا تكون موجودة داخل محافظة إدلب. ربما الخلاف هو على عمق هذه المنطقة. ربما القمة الرباعية تستطيع أن تقنع روسيا يعني تضغط على روسيا من أجل الحصول على منطقة يعني أقرب للرؤية التركية، وهي تكون على عمق يعني 30 أو 35 كيلومتر. في حال استطاعت هذه القمة الوصول لهذا الاتفاق، أظن أن سيحصل هناك نوع من التهدئة المؤقتة، ولكن النظام والميليشيات الإيرانية وبدعم روسيا تريد أن يعني اجتياح مدينة إدلب، محافظة إدلب بكاملها، ولا يهمها وضع اللاجئين يعني بشكل يعني أو بآخر. نعم، فيما يتعلق أريد أن نتحدث عن نقطة الدعم من قبل حلف شمال أطلسي الناتو
جدد ومجددا يعني يتحدث عن أنه دعم لتركيا المنضوية تحت حلف الناتو، لكن هذا الدعم برأيك هل هو دعم حقيقي، دعم فعلي، أم أنه مجرد كلام، مجرد تصريحات فقط؟ يا مع الأسف الشديد يعني منذ العام 2011 ويعني الشعب السوري يدفع ضريبة هذه يعني السياسات الغير جدية والغير صادقة، يعني قد يعني فشلت أوروبا وسقطت الأقنعة عن كل الدول الأوروبية. كان بإمكان يعني دعم يعني الفصائل المسلحة السورية بأسلحة ضد الطيران وحماية المدنيين من كل ما يحصل، لكن يبدو أن يعني آهات الشعب السوري ودماء الشعب السوري غير مهمة بالنسبة لكثير من الدول. كل دولة تفكر في مصلحتها. اليوم الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي لا يريد أن يكون هناك نوع من موجة النزوح الجديدة. طبعا تركيا حلف بالناتو، ولكن تركيا لا تثق ولا تعول كثيرا على هذه التصريحات، لأنها يعني سبق وأن يعني تم سحب أسلحة الباتريوت من تركيا في عندما كانت تركيا بأمس الحاجة إلى هذه الأسلحة. لكن أيضا تركيا لا تريد أن تنتمي بشكل كامل في يعني في الطرف الروسي، هي تريد أن توازن وتحصل على أكبر يعني نقاط قوة ودعم أوراق ضغط على روسيا. تصريحات الاتحاد الحلف الأطلسي هي جيدة لكنها ليست الكافية. نعم، فيما يتعلق بالباتريوت الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بأنها سترسل أيضا الباتريوت، هل تثق تركيا في الولايات المتحدة بما يتعلق بهذه الوعودات؟ تركيا منذ فترة طويلة يعني كانت تقول دائما أن من يعني أجبرها على يعني شراء الصواريخ S-400 هو عدم دعمها وعدم إعطائها أسلحة الباتريوت، وإلا هي لم تكن يعني تفضل ولا ترجح أن يكون هناك توجه نحو S-400. في وبعد يعني توقيع اتفاقية S-400 دائما كانت تكرر تركيا وتقول أنها بإمكانها يعني شراء الصواريخ الباتريوت في حال تم دعمها بهذه الصواريخ. أظن أنه في حال يعني رأت تركيا أن هناك يعني دعما حقيقيا بصواريخ الباتريوت، أظنها تتفضل وترجح الحصول على هذه الصواريخ، وربما يكون هناك حل آخر لصواريخ S-400. أشكرك جزيلا المحلل السياسي التركي السيد مصطفى حامد أغلو، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدين الكرام، والآن نتابع معكم أبرز الرسوم الكاريكاتيرية الذي اخترناها لكم من صحف اليوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتيرية مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة الصحافة وإلى نهاية فقرات برنامج في المنتصف. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. إلى اللقاء.